مرحبا أعزائي المشاهدين، معكم اليوم من كابينة التعليق رؤوف خليف. وركلة البداية، يحاول أن يلعبها بينية، ستذهب الكرة إليه. مرت الكرة بشكل لطيف، والكرة ملعوبة إلى الأمام. يحاول فك دفاعات المنافس، بداية حذرة من الفريقين، ولا توجد فرص حقيقية تستحق الذكر حتى الآن. تكون هذه فرصته، حاول لعبها بينية، يقرر التسديد ويسجل الهدف بأناقة كبيرة، وهذا هو الهدف الافتتاحي في المباراة. نواصل متابعة المباراة. إذن بعد أن أصبحت النتيجة 1-0، يلعبها ناحية راية الركنية، كرة في المساحة الخالية مع محاولة فردية للتقدم لكنها لم تكتمل. بينية أرضية، هل سيمر إلى الداخل؟ مناورة رائعة، والآن يسعى إلى لعب الكرة إلى المنطقة، يسدد الكرة من هنا بعيدة عن المرمى، وتوقعنا جميعا أن يسجل من هذه المسافة لكنه أضاعها بصورة غريبة. صافرة الحكم ومخالفة، تخرج الكرة إلى خارج الخط، وتعود الكرة إلى حارس المرمى. كرة طولية إلى الأمام، كانت الكرة بكل الخطورة لكنه سجل حضوره. جول الصافرة نهاية الشوط الأول.
شكر خاص للمهاجمين بعد التوصل إلى التسجيل قبل نهاية الشوط الأول، والثناء كذلك على حسن أداء لاعبي وسط الميدان. النتيجة هدف لصفر، ونأمل أعزائي المشاهدين في مشاهدة مزيد من الأداء. الكرة للأمام، خطورة وشيكة لكنه نجح في منعها. يلعبها بينية أرضية، هل يمكنه التسجيل؟ ويحرز الهدف. أصبحوا متقدمين بفارق هدفين، قام بعمل رائع بالسيطرة على الكرة. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. يلعب كرة بينية، لديه إمكانية التسديد. الدفاع فرصة للتسجيل، تصدي جميل من الحارس، والكرة للمنطقة الأمامية. بكل القوة والإصرار يصمم على إنهاء المشوار. مخالفة واضحة وركلة حرة يحتسبها الحكم. لديه الفرصة، يتقدم إلى الأمام، يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. شكل المنافس بعض الخطورة لكنه وجد كل التصدي. وصلنا إلى آخر ربع ساعة من عمر المباراة. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. يلعبوها للأمام، كرة للجناح، مرت البينية ووصلت إليه، يقوم بالتسديد، كان عليه أن يسجل تلك الكرة في المرمى. مخالفة صحيحة، ورقة صفراء من حكم المباراة، وإذا اصفرت احمرت. اعتراض جميل وفي وقت مثالي. يمر الوقت بسرعة،
إلى الأمام، حاول لعبها بين إياك، خلق لنفسه المساحة. أمامه فرصة التسجيل. ويطلق الحكم صافرته معلنا نهاية المباراة. النتيجة مناسبة للعرض المذهل الذي قدموه اليوم. فازوا في هذه المباراة بشكل مريح، والجمهور في غاية السعادة بالتأكيد. حسب رأيي أن بعض اللاعبين سيصابون بالإرهاق بعد تلك المباراة.